تكشفت سريعا المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية وبعض العربية لما يسمى اليوم التالي في غزة. البذرة الأولى للخطط المشتركة تمثلت في رصف بحري في غزة لاستقبال مساعدات إغاثية. وضعت الفكرة في البيت الأبيض ووافقت عليها تل أبيب قبل أن يطير بها بلينكن في جولته الرابعة للشرق الأوسط. فشل المشروع بعد أن تعثر التحالف في تكوين ميليشيات من غزة تحت عنوان إدارة مستقلة لاستلام المساعدات وتوزيعها. كان جزءا من الرفض مخاوف من الانزلاق إلى صراع مع حماس والفصائل الفلسطينية. أمام المخطط الجديد المعنون بقوى عربية لإدارة غزة وتوزيع المساعدات صعوبات كثيرة، فتحويله إلى واقع وإن كان سيبدأ من الشمال بحاجة إلى ظروف مواتية غير موجودة في كل القطاع الذي يشهد حربا وحصارا غير مسبوقين، فضلا عن الرفض الفصائلي لأي قوى خارجية عن القطاع. الإدارة المبكرة لفصائل المقاومة الفلسطينية ووصفها الدول المشاركة بالأدوات مؤشر واضح على الاستعداد لمواجهة أي قوة باعتبارها قوى احتلال أو أداة للاحتلال. الطريقة نفسها والرفض المشروع لمخططات يشرف عليها العدو الإسرائيلي والأمريكي أجهض مشروعا سابقا مع أجنحة من فتح. يقف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان خلف المخطط الجديد، تتجاوب معه الرياض والقاهرة وأبوظبي. المخطط يكشف نجاح كيان العدو الإسرائيلي وضغوطه التي كانت ترفض مشروعا مماثلا يقتضي بتسليم السلطة الفلسطينية إدارة القطاع. ولعل الإفصاح عن المخطط عقب لقاء وزير حرب العدو الإسرائيلي يواف جالانت مع وزير الحرب الأمريكي لويد أوستن في واشنطن أفصح عن هوية المشروع وصورته المستقبلية مجازا، إذ لا مستقبل له.